تمنع من التبادل في زنسة بفضل الله عز وجل. والله يا أخوة إن هذا مبنى الأمم المتحدة في زنسة. الحمد لله الأخوة حوطوا المبنى، ما كنا موجهين إيش الشلكة مضاد الطيارات والبيكا بفضل الله على المبنى، فحاصرنا المبنى. والله يا أخواني إنها كانت العزة لله ورسوله المؤمنين، فكانوا نحن موجهين الأسلحة عليهم، يكونوا هم حاطينه في الأرض، مرخين أسلحتهم في الأرض. ذل، نعم ذلهم الله عز وجل. فبعد ما حصلنا الأمم المتحدة في مدينة زنسة اتفقنا بعملية التبادل، أتت المصفحتين للإخوة، فتعرفوا أنهم لهم 3 أشهر الممتاز. فالحمد لله تمينا عملية التبادل في مدينة زنسة. والله يا أخوة كانت في ذاك اليوم فرحة شديدة، فحتى نزل الأخوة من الدبابة وسجل شديد الشكر لله عز وجل، وكانوا الأخوة يكبرون يقول تكبير الله أكبر، فظلت الأمم المتحدة أنهم هاجمين عليهم، فقالوا لهم ثبتوا في أسلحة هذا. واحتضني ألم البؤساء لا ترضي ذل الأعداء، واحتضني ألم البؤساء لا ترضي ذل الأعداء، قومي يا أرض الشهداء، قومي وانتصبي، قومي وانتصبي، وانتصبي، قومي يا أرض الإسلام، قومي والتهبي، والتهبي، قومي يا أرض الشهداء، قومي والتهبي، سوريا يا أرض الإسلام، قومي والتهبي، سوريا يا أرض الشهداء، قومي والإسلام، قومي والتهبي، سوريا يا أرض الشهداء، قومي والتهبي. سيروا واقتلعوا الطاغوت، شهيد الجنة ليس يموت، سيروا واقتلعوا الطاغوت، شهيد الجنة ليس يموت، لا يرجع عز المتروك. فاصرخ يا شعبي، فاصرخ يا شعبي، يا شعبي، سوري يا أرض الإسلام، سوري والتهبي، والتهبي، سوري يا أرض الشهداء، سوري والتهبي، سوري يا أرض الإسلام، سوري والتهبي، سوري يا أرض الشهداء، سوري والتهبي، سوري يا أرض وأماني وجود. كلما قال مزيدا وانتشى جاء المزيد. أبطالنا الذين صاغوا الفجر بالدماء. وحيد الدين قائد عملية تبادل الأسرى استشهد في إحدى معارك وسط البوسنة. إنا على طريقهم نجدد الوعد.